تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية مسنودين من الجبهة الوطنية لمقاومة العدوان من التصدي لزحف جديد للغزاة ومرتزقة العدوان في منطقة أشرجة بمحافظة تعز، وكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد، ليتمكن الجيش واللجان بعد ذلك من التقدم باتجاه الروضة معقل المرتزقة. لا، ولن يستسلم الشعب اليمني، بل ازدادت وحدته وتنامى صموده الأسطوري لأكثر من 8 أشهر، وهذه نتيجة متوقعة كرد فعل طبيعي لعدوان بربري خارجي يدمر الوطن. وفي ظل فشل تحالف العدوان بقيادة السعودية من تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها، ها هي آمالهم تتحطم أمام صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية في كل جبهات البطولة، بالرغم من تعزيزات دور العدوان بترسانات كبيرة من الأسلحة للمرتزقة والقاعدة التي حصل عليها من الجو في تعز ومأرب، مما يشير إلى الدعم السعودي المفضوح للتنظيمات الإرهابية التي انتهزت الفرصة لتتمدد في بعض المناطق اليمنية. لكن الجيش واللجان الشعبية مسنودين برجال الجبهة الوطنية لمقاومة العدوان ومرتزقته كانوا لهم بالمرصاد، وأوقفوا زحفهم في منطقة شريجة بمحافظة تعز وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد. مصدر عسكري أشار أيضا إلى أن رجال الجبهة الوطنية لمقاومة العدوان ومرتزقته بالتعاون مع قوات الجيش واللجان الشعبية تقدموا باتجاه الروضة معقل المرتزقة.